حافظ وقاری ارشد صاحب جن کو میں پیش کروں گا جو قرآن عظیم کی تلاوت سے اس محفل کا آغاز کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق له الأسماء الحسنى يصبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله.